المغرب من وجهة نظرك في رأيك يعني مين أكتر لاعبين، أنا هقول لك السؤال بصيغة تانية، مين أكتر لاعبين تقول دول بكرة يتحطوا في التشكيلة المثالية للمونديال؟ حكيمي أعتقد المنافس الأكبر هيبقى يورانوفيتش اللي هو باك كرواتيا. ما ينفعش تشكيل من غير واحد من مرابط أو أوناحي، ما فيهاش كلام. هو تحس ان احنا بناخدهم اتنين باكج على بعض يعني هما اتنين مع بعض، بس هو لازم واحد فيهم على الاقل. طبعا انا متفاهم ان مش هيبقى الاتنين عشان في لعيبه كتيره ظهرت في نص الملعب، بس لازم على الاقل واحد منهم. انت عارف انا هزعل ليه؟ يعني لو مرابط اتاخد هزعل ان ناحيه ما اتاخدش، لو ناحيه اتاخد هزعل ان مرابط ما اتاخدش. الاتنين عاملين بطوله مش طبيعيه، واحد فيهم لازم يكون في التشكيل المثالي. رومان سايس ونايف اكرد لو كانوا كملوا من غير اصابه كان واحد فيهم يكون موجود، بس اعتقد ان دلوقتي جافارديول وتاميندي الاتنين اعتقد كفتهم اعلى سن عليهم، حتى واحد من منتخب فرنسا اعتقد. فلا بالنسبه لي هقول حكيمي وامرابط او ناحي، انا مال ان اللي هيحصل غالبا امرابط يعني. وانت جيمي؟ سفيان مرابط طبعا، انت عارف رايي يعني سفيان مرابط طبعا. و انا يعني مش يعني بحاول عايز الدين اوناحي بحاول، بس طبعا انت بتيجي تتفرج هتيجي تلاقي مثلا لازم حد من وسط ملعب منتخب كرواتيا هيتاخد، لازم مودريتش كده كده موجود، تشاوميني موجود، جريزمان فالدنيا زحمه قوي، بس مؤكد يقينا انا يعني قلناها كريم في دور من دور ال 16 سفيان مرابط لازم في التشكيله الاساسيه. انا شايف سفيان مرابط هو الاقرب واقعيا انه يكون موجود في التشكيله الاساسيه، وخلينا نشوف اداء بقيه الحراس حتى نهايه البطوله ونشوف بالثالث والرابع يمكن كمان يكون ياسين بونو. انا شايف انه ياسين بونو كمان اعتقد ليفاكوفيتش بعيد، ليفاكوفيتش ومارنيو مارتينيز. ليفاكوفيتش هو اكثر عامل حارس عامل تصديات في البطوله، ياسين بونو بالنسبه هو ظاهر كويس بس هو عدد تصديات مثلا اقل شويه من ليفاكوفيتش. يعني طبعا الترسانه اللي قدامه كانت قويه جدا. بونو تألق في ضربات الجزاء قصاد اسبانيا، ليفاكوفيتش متألق مرتين قصاد اليابان وقصاد البرازيل، فالموضوع ميال شويه. الاثنين خدوا كلين شيتس 3 و3 اعتقد لو انا فاكر صح. فالمقارنه قريبه في حاجات كتيره، بس اتصور ان بس انا عشان كده ما انا عشان كده قلت يعني قلت قبل ما اقول بونو قلت لك ايه حسب الهيصل في الثالث والرابع. لانه لو حافظ بونو على نظافه، لو اشترك المغرب بالتشكيل الاساسي يعني لو حافظ بونو على نظافه شباكه اعتقد انه هيبقى ليه بريوريتي، لان هي ليها حسابات غير حسابات الارقام، انه لازم الفريق الثالث يتاخد منه عناصر الفريق الثاني. طبعا ما لازم يبقى فشايف انه لا ممكن طالما الدنيا قريبه جدا ما بين الاثنين ممكن ياسين بونو يبقى موجود مع مع سفيان مرابط. وبرده عشان اسجلها انا بالنسبه لي عايز الدين اوناحي كان بالنسبه لي حتى لما اشتغلنا على المنتخب المغربي قبل البطوله هو مفاجاه البطوله بالنسبه لي ويستحق، لولا انه في سفيان مرابط في وسط الملعب كان عايز الدين اوناحي يبقى موجود في التشكيل الاساسي لكاس العالم. عظيم. سيمي فاينال المونديال كرواتيا والمغرب، شايف المباراه دي ازاي؟ هي مباراة شبه اللي اتعملت في الافتتاح، اول مباراة المغرب اللي بدأت في المغرب تدينا امل ان لا احنا ممكن نعمل نتيجة كويسة. الكلام على الارهاق بتاع اللعيبة ده اكتر شيء ممكن يكون مقلق شوية لمنتخب المغرب، هو مين اللي هيكون موجود، لان زي ما كان جيمي بيتكلم ان الاساسيين والبدلاء الفرق ما بينهم واضح. يعني لو خرجنا سفيان مرابط وعز الدين اوناحي من الملعب فبدلائهم اكيد اقل، خرجنا حكيم زياش اللي باين عليه جدا الارهاق، سفيان مرابط النهارده كره الجول الثاني من بدايتها من بعد التمرير الخاطئه من اليميق هو مش قادر يجري خلاص، هو البنزين خلص. وده منطقي، واضح جدا ان يوسف النصيري ما ملوش بديل عظيم. اشرف حكيمي اكيد يعني لو المزراوي لعب على اليمين، بس حتى المزراوي برضه نفسه مش جاهز. فده اكتر ما يعني انا اتمنى طبعا ان الرجاء ادرى بلعيبته وادرى اولا بالحاله البدنيه ممكن ما تتكررش تاني كمان، فممكن يبقى عايز يشرك لعيبه اكتر ان هم يدخلوا يشاركوا يتكتب اسمهم في الانجاز التاريخي ده اللي هو سواء ثالث او رابع فهو في النهايه انجاز تاريخي. فده انا يعني متفهم ده جدا، ولكن اتمنى ان المنتخب المغربي على الاقل اول 60 دقيقه يلعب بنفس شكله ونفس قوته. منتخب كرواتي مش ما بيهددش مرمى الخصوم كتير خالص، على نسبه تسديداته اقل واحد يمكن مش بس في الاربعه في الثمانيه اللي صعب كمان دور الثمانيه واحد في الثمانيه. فدي حتى حاجه تخليك يعني متعشم شويه، على الاقل اول 60 دقيقه ندوس نتقدم حتى بجون وبعد كده نبدا نريح الناس اللي مش قادره تمشي دي. وده يعني ربنا يكون في عونهم. بس انا متصور لا منتخب المغرب عنده فرصه، منتخب كرواتيا عنده وسط قوي جدا، عنده حارس قوي جدا، عنده جافارديول في رايي هو مدافع افضل في البطوله، ولكن طبعا كمنظومه بتدافع او كمجموعه بتدافع تقدر توصل لجونهم، فتقدر تحاول تستغل ده على الاقل اول 60 دقيقه وبعد كده خلاص يبقى يعني مش هيقدر على قدر الا ربنا. رايك يا جيمي؟ المنتخب الكرواتي منتخب قوي جدا، لكن المنتخب الكرواتي كمان مرهق. معدلاتهم البدنيه مرعبه لكن مرهق. المنتخب الكرواتي لعب 2 اكسترا تايم، معدلات الاعمار عندهم عاليه، عندهم بعض الثغرات واضحه جدا جدا جدا، يمكن اهمها سوسا كنا بنتكلم عليه بنتفرج على الماتش امبارح مع بعض يا كريم. الليفت باك عنده مشاكل كتير جدا جدا، حكيم زياش لو في حالته هو اشرف حكيمي مهما حتى اتمال عليه لا، خاصه ان بريزيتش كمان مش في حالته في
البطوله خالص خالص في البطوله دي، يمكن متاثر بتغيير مركزه مع توتنهام وحاجات كتير يعني. لكن كرواتيا عموما انا جدا مع الطرح اللي كان بيقوله محمود، مهم جدا حتى لو الحاله البدنيه مش في افضل حالتها، المنتخب المغربي يحارب على الميداليه. المنتخب المغربي لازم يحارب على الميداليه، ويحارب عليها ازاي؟ اللعيبه مش هقول بقى المصابه، انا هنا لعيب مصاب ما يلعبش، ده كونسبت في الكوره ما بغيروش. لكن لو لعيب هو مش جاهز بدنيا 100% يلعبوا شوط، اللعيبه الاساسيه لعبوا شوط، ربنا يعني يوفق وتسجل، ارجع بعد كده نزل بقى لعيبه بدنيا تجري طول الشوط الثاني. لان كرواتيا مش من باستثناء مباراه الارجنتين ولها قواعد خاصه وميسي خاص، ف باستثناء مباراه فباستثناء مباراه الارجنتين كرواتيا ما استقبلش، فانت لو سجلت في جون هو كمان ما بيهددش. فانت مهم جدا جدا انت بتتعامل، حط كل لعيبتك اللي تقدر تخطف لك الفوز في البدايه، وبعدين ربنا يحلها نشوف بعد. لكن تاني ده مش معناه ان لاعب مصاب.